فيديو جديد دونك اليوم ان شاء الله باذن الله غادي نحاول ندير الكور ديال ستاتستيك ديسكريبتيف بالنسبه للناس اللي كيقراو في الاس ا دونك بطبيعه الحال قبل ما نبدا الكور ونبدا يعني لي زيكزيرسيس ان شاء الله ولي تروك اللي تشوفوهم في الكور ستاتستيك بطبيعه الحال غادي نعطيكم واحد الملاحظه هو انني في هذا الفيديو اللي غادي ندير بالنسبه للكور ستاتستيك ديسكريبتيف ما نحاولش نخدم لكم على بارتي تيوريك يعني ديال التعاريف يعني شنو هما شنو الشابيتر واحد وجوج يعني وشنو الهدف ديالهم او المعنى ديالهم البارتي تيوريك غنخليها لي بروف ديالكم اللي غتدخلوا عندهم هما اللي غيعطيوكم البارتي تيوريك وماشي لا بزاف لي بروف اللي كيخدموا البارتي تيوريك في الكور كاينين نيشان كيدخلوا يعني نيشان في لي زيكزارسيس اي لي فورمول حيت تو سامبلومون ستاتيستيك ك موديول يعني كيتعطى 100% كالكول و 100% براتيك يعني ما فيش يعني البارتي يعني ما كاينش شي بروف اللي كيعطيك كيسيون دو كور اللي فيه تعاريف فهداك علاش انا نعتمد في الفيديو ديالي فقط على لي فورمول اللي تحتاجوهم وبهم تقدروا توظفوهم في لي زيكزارسيس دونك فنبدا لكم واحد البلان دو كور اللي ضروري خاصكم تعرفوه باش تعرفوا شنو غادي تشوفوا في هذا الموديول ديال ستاتيستيك ديسكريبتيف فشنو غنحاولوا نشوفوا يعني في هذا الموديل فستاتيستيك ديسكريبتيف بطبيعه الحال فيها 3 شابيتر اللي غتشوفوا في البروغرام ديال اس ا كاين شابيتر واحد هو لي فاريابل دونك شابيتر واحد كاين لي فاريابل غتشوفوه اللي فيها جوج الانواع غتشوفوا لي فاريابل كاليتاتيف غتشوفوا الفاريابل كاليتاتيف اللي جايه من الكاليتي شنو كان يعني الكاليتي هو الجوده او النوع كتعني الجودة أو النوع و الكاليتاتيف اللي المعنى ديال الكاليتي اللي جاية من الكاليتي ديال الجودة أو النوع هتشوفوا فيها جوج ديال الأنواع هتشوفوا فيها الكاليتاتيف نومينال ياك و هتشوفوا فيها الكاليتاتيف أوردينال دابا فقط كنعطيكم البلان دو كور من بعد ملي غادي نديطايي ان شاء الله لي شابيتر ديالي غنعطيكم توت لي فورمول ان شاء الله و توت لي تخوك اللي غتحتاجوهم في لي زيكزارسيس وتوظفوهم ان شاء الله في زيكزارسيس وتحتاجوهم بيان سور في لي زيكزام ديالكم وفي الكور ديالكم اذا وكاينه لي فاريابل كونتيتاتيف اللي جايه من الكونتيتي اللي هي الكميه فيها جوج الانواع حتى هي فيها ديسكريت هتشوفوا ديسكريت وفيها الكونتيني دونك هذا هي الشابيتر واحد يعني هادشي اللي غنشوفوا في الشابيتر واحد غنشوفوا لي فاريابل يعني لي فاريابل كاليتاتيف اللي هي لي فاريابل كاليتاتيف نومينال ولي فاريابل كاليتاتيف اوردينال ونشوفو لي فاريابل كونتيتاتيف يعني لي فاريابل كونتيتاتيف ديسكريت ولي فاريابل كونتيتاتيف كونتيني هادشي هو اللي كاين في الشابيتر واحد غنحاولو نديطاييو بزاف ديال لي فورمول وبزاف ديال لي طابلو اللي من خلالهم غنجاوبو على بليزيوغ كيستيون اللي كيتعطاو في لو جور دو ليكزامان و البارين ديال هاد الشابتر واحد غنعطيكم البارين اللي كيعطيو لي بروف لا بليك بار بطبيعة الحال كيعطيو على الشابتر واحد بوحدها كاين لي بروف اللي كيعطيو عليها 14 نقطة في لو جور دو ليكزامان وكاين لي بروف اللي كيعطيو عليها 12 نقطة دونك فا فغيمون الشابتر واحد اللي هي واحد الشابتر تخي امبورطون حيت كتعطى بزاف لي زيكزام وكيتعطى عليها نقاط بزاف سوا 14 نقطة سوا 12 نقطة كل بروف واش كيعطي الشابيتر جوج غنشوفو لي زانديس دونك هاد البلان دو كور فغيمون انا نصحكم قبل ما تبداو البريباراسيون ديالكم في الموديل ستاتيستيك حاولوا تقراو هاد البلان دو كور يعني تعرفوا شنو غتشوفوا في ستاتيستيك عاد بداو الخدمة ديالكم فغيمون غيسهل عليكم بزاف على انكم تجيكم البريباراسيون ساهلة دونك الشابيتر جوج غنشوفو لي زانديس لي زانديس فيها جوج الانواع كاين لي زانديس دي بري و كاينه لي زانديس دي كونتيتي هتشوفو لي زانديس دي بري و لي زانديس دي كونتيتي دابا ان شاء الله نخدموهم في الكور بطبيعة الحال و بالنسبة للشابيتر الثالثة وهي اخر شابيتر هاد الشابيتر نورمالمون ما كيعطيوهاش بزاف لي بروف قليل لي بروف اللي كيعطيوها ولكن اللي كيعطيها بيان سور كيكونوا فيها جوج الحويجات دو تيب اللي غتشوفو كاينه لا دغوات دو ريغريسيون اللي هي إكغيك شابو إي غتشوفو لا دغوات دو ريغريسيون اللي هي إكغيك شابو إي ها هي والتيب الثانية والأخيرة غنشوفو لو كويفيسيون دو كوريلاسيون لو كويفيسيون دو كوريلاسيون
ولا كتسمى لو دوغري دو ليزون، سوا كتسمى لو دوغري دو ليزون، سوا لو كويفيسيون دو كورلاسيون اللي هي ار اكس ايغريك، ار اكس ايغريك، يعني كنخدمها على دو فاريابل اكس و ايغريك، صافي؟ دونك هادشي اللي غادي نشوفو، دونك ستاتيستيك ديسكريبتيف، غنعاود غنشوفو 3 شابيتر. كاينه لي فاريابل غنشوفو فيها لي فاريابل كاليتاتيف لي جايه من كاليتي النوع او الجوده اللي فيها النومينال وفيها الاوردينال ونشوفو لي فاريابل كونتيتاتيف لي جايه من الكونتيتي اللي هي الكميه اللي فيها ديسكريت وفيها الكونتيني غنشوفو الشابيتر جوج لي زانديس اللي فيها لي زانديس دي بري وفيها لي زانديس دي كونتيتي واخر شابيتر هي ريغريسيون لينيير سامبل غنشوفو فيها لا دروات دو ريغريسيون ايغريك شابو اي او لو دوغري دو ليزون ولا لو كويفيسيون دو كوريلاسيون ار اكس ايغريك فالبارين ديال لي زانديس ديما لي بروف كيعطيو عليه 6 نقاط دونك الى عطاو هنا 12 نقطة كيعطيو هنا 6 نقاط دونك 12 مع 6 هي 20 دونك الى عطاو هنا 12 وهنا 6 نقاط بالطبع كحال الريغريسيون ما كيعطيوهاش حيت غالبا لي بروف ما كيعطيوش هاد الريغريسيون ما كيوصلولهاش من التالي حيت شابيتر واحد شويه طويله فما كيوصلولهاش هاد الريغريسيون مي لي بروف لي كيوصلولها بالطبع بحال كيعطيوها في ليكزام فا الى عطاو هنا 12 بيان سور هنا كيعطيو 6 نقاط دونك هادي كيعطيو فيها 2 بوان دونك هنا كيعطيو 2 بوان يعني كيعطيو فيها جوج نقاط اذا 12 نقطة زائد 6 هي 18 زائد 2 نقاط هي 20 مي إلا ما وصلولهاش بطبيعة الحال كيعطيو على هذيك 14 نقطة وهذه 8 نقاط يعني سواء هاد البارين يعني هاد الشابيتر جوج كيكونوا عليها 6 نقاط سواء كيكونوا عليها 8 نقاط أما الريغريسيون ديما عليها 2 بوان حيت فريمون ساهلة ما فيهاش كاع شي حاجة اللي صعيبة دونك إلا عطاوك هنا 14 نقطة غيعطوك نيشان لي زاندي 6 نقاط 8 نقاط 6 عفوا نقاط 14 زائد 6 هي 20 نقطة إذا في هذه الحالة ما كيعطيوش الريغريسيون في ليكزام إلا عطاو الريغريسيون في ليكزام فكيعطيو هنا غير 12 نقطة إذا هنا غيعطيو بطبيعة الحال 6 نقاط أو 2 نقاط دونك سوا كيعطيو 14 نقطة زائد 6 نقاط هي 20 سوا كيعطيو 12 نقطة زائد 8 نقاط في زانديس هي 20 سوا كيعطيو 12 نقطة زائد 6 زائد 2 نقاط إلى عطاو الريغريسيون المهم هذه كتراوح البارين ديالها ما بين 12 نقطة و 14 نقطة هذه كتراوح البارين ديالها ما بين 6 و 8 نقاط على حسب كل بروف شنو كيدير وهذه ديما كيعطيو عليها 2 بوان يعني إلا تعطات كتعطى عليها 2 بوان حيت ساهلة قليلة د المرات يقدروا يعطيو عليها 4 نقاط إلا بغاو يعني إلا بغاو زعما يزيدوا يطلعوا البارين حيت سهلة فريمون سهلة دونك 4 نقاط باش زعما تجيبو نقيطات زوينين مي دو توت فاسون هذا البارين انا علاش بغيت نعطيكم البارين عاد نبداو ان شاء الله باش تكونوا عارفين كل شابيتر شنو هو الدور ديالها في هذا الموديل يعني خاصكم تعرفوا بان شابيتر واحد لي فاريان عندها دور مهم حيت الا ما فهمتوهاش يعني ما غاتفاليديوش ستاتيستيك كاين ما كيفاليديش حيت فريمون كيكون فيها المونسيون يعني الشابيتر واحد بوحده فيها مونسيون عاد كيبقى الشابيتر جوج وثلاثة اللي هما ساهلين كيتعطاو عليهم ما بين 6 8 نقاط غالبا ما بين جوج و 4 قدر كاين لو بروف اللي كيعطيو 4 يعني الا عطاو هنا 4 غالبا هنا كيعطيو 4 نقاط يعني هي 8 وهنا كيعطيو 12 نقطة مي دائما لي فاريابل كيترابحو ما بين 14 نقطة و 12 نقطة دونك من بعد منين عرفنا البلون دو كور شنو غنشوفو في ستاتيستيك اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غنحاول نبدا لكم الشابيتر واحد لي فاريابل وبالضبط غادي نبدا لكم بلي كورب او دياغرام يعني حنا كنعرفو بان الاحصاء او ستاتيستيك ديسكريبتيف يعني معروف بالتمثيل المبياني او التمثيلات المبيانيه فانا غنحاول نعطيكم يعني دابا فقط ما غنعطيكمش لي زيكزارسيس كي دير ترسم فقط نعطيكم الاشكال كي كيكونوا لي كورب في كل حاله يعني غنشوف شق واحد كي كيكون الكورب في الفاريابل كاليتاتيف نومينال و اوردينال وكيكون الكورب في لي فاريابل كونتيتاتيف ديسكريت او في الكونتيني هادشي اللي غادي نشوفو هاد الحصه والحصه الجايه غادي نحاول نعطيكم طابلو ستاتيستيك وبيان سور في الاحصاء كنعرفو ضروري قبل ما نحسب
بعض الاسئله خاصين ندير واحد الطابو ستاتيستيك كيتسمى اللي كيكون فيه توت لي زيليمون اللي نحتاجهم في الكالكول ديالي من بعد في لي كيستون تطرحوا من بعد اللي بطبيعه الحال فيه 60% الطابلو بوحدو 60% يعني فيه 8 نقاط غير الطابلو حيت الاسئله اللي كيجيو من بعد كلهم كتخرجهم من الطابلو دونك فغادي نحاول بطبيعه الحال دونك غادي نحاول بطبيعه الحال نبدا لكم ليكم هما النوال دونك نبداو على بركه الله دونك من بعد ما عطيتكم البلان دي كور غنحاولوا نبداو على بركه الله ليكوب ديالنا كي كيداروا التصميم فقط نعطيكم الاشكال ديال كل كوب كي كيدير التصميم دونك نبدا بطبيعه الحال بلي فاريابل يعني اولا غادي ندير غادي نبدا بلي فاريابل كاليتاتيف كاليتاتيف نومينال اي اوردينال اذا في لي فاريابل هي كاليتاتيف اللي جايه بالكاليتي الجوده او النوع عندها لا ميم كورب سوا في نومينال سوا في اوردينال يعني سوا في لي زيكزارسيس ودابا ان شاء الله من ديال لي زيكزارسيس تعرفوا تفرقوا ما بين نومينال وما بين اوردينال دابا ان شاء الله هادشي كل يوم شويه بشويه غادي تعرفوا له وغادي تشكروني من بعد دونك ففي لي فاريابل كاليتاتيف نومينال والاوردينال يعني سوا عطاك نومينال سوا عطاك الاوردينال عندهم لا ميم كورب كاينين جوج لي كورب اللي كيتصمو في لي فاريابل كاليتاتيف نومينال واوردينال كاينين غير جوج يعني اول واحد يعني واحد واحد غادي نقولو وهو الكوب او الدياغرام كيتسمى سوا كوب سوا دياغرام كوب او بيان دياغرام دياغرام كيتسمى بار سيكتور بار سيكتور او بيان يعني او بيان كورب ولا دياغرام يعني سيركولير كيتسمى سيركولير يعني كل بروف واش كيسمي انا كنعطيكم جميع الاسماء حيت انا ما كنخدمش بواحد السيستم ديال بروف معين انا كنخدم يعني الكورت ستاتيستيك اون جينيرال اللي يحتاجوا جميع الطلبه اللي كيقراو عند جميع لي بروف يعني في ستاتيستيك دونك كل استاذ واش كيسميه كورب كاين اللي كيسمي دياغرام بحال بحال كورب هو دياغرام اذا قلنا سوا كيسميوه بار سيكتور او بيان سوا كيسميوه سيركولير سيركولير او بيان كاين اللي كيسميه كامونبير 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 كل واحد وكي كيسميه كي كيدير الترسم الشكل كي كيدير الترسم دائما كنديرو دائره وبطبيعه الحال خاصكم تجيبوا نصف دائره دونك كدير دائره وضروري خاص تكون عندكم نصف دائره انا بيان سور ما عنديش دابا انا ما غاديش ندير لكم عندي لكم غير تقريبي نتوما بالمسطره وبنصف دائره اترسموه يعني اكزاكت في لو جور دو ليكزام ان شاء الله وهذاك الشيء غيكون بلي سنتيمتر و اكزاكتلي باش يعطيكم تمثيل اكزاكت انا هنايا ما غنعطيكمش اكزاكت يعني غير تقريبي دونك فدائما كامونفير كدير دائره كدير نقطه في الوسط كتجيب نصف دائره بطبيعه الحال كتشوف على حسب الفريكونس اللي حاسب حيت هاد الدائره كتعتمد بشكل كبير على جوج الحويجات على الفريكونس اف اي اللي العلاقه ديال الفريكونس او التردد هو ان اي على لا تاي غران تي هادشي دابا ان شاء الله في ليزيرزيس غنتعلمو نحسبوه ولا كيعتمد على الفا اي اللي هي كنقبض الفريكونس اف اي وكنضربو في 360 دوغري يعني الا خدمت هنا بالفريكونس يعني بيان سور يعني هذا الا ضربته في 100 غيعطي الفريكونس يعني التردد بالنسبه المئويه دونك فا الى خدمت بالفريكونس غيكون بالنسبه المئويه فمثلا انا عندي ثلاثه د القطع هنايا عندي الاولى مثلا ها هي فيها 14% بيان سور القطعه الثانيه مثلا عندي فيها يعني 30% دونك بيان سور لاحظ ان القطعه اللي 30% تكون كبر من هذه اللي فيها 14 دونك مثلا هذه الباقي 43 44 يعني 56 دونك هادشي اللي بقى هي 56% هادي الا خدمتي من فريكونس بورسون
يعني التردد اللي هو بالبورسنتاج. الا خدمتي بالفا اي اللي قبضتي هاد الفريكونس اللي غتحسبوا لي هو ان اي سور لا تاي غران تين او دوتي 360 دوغري يعني هذاك الدوغري. اذا في هذه الحاله غادي تقبض نصف دائره وغادي توزن داك لي دوغري. فمثلا هنايا يقدر يكون عندي 90 دوغري مثلا دونك كتوزن بنصف دائره 90 دوغري. ها القطعه الاولى حيت بار سيكتور شو سيكتور ما قطع ها هو قطعة قطعة الأولى القطعة الثانية القطعة الثالثة. هذاك علاش كيتسمى بار سيكتور يعني كيكون قطاعات قطع فيه. دونك مثلا هنا 90 دوغري مثلا هنا 10 دوغري مثلا هنا 90 دوغري مثلا 90 90 180 قول 200 180 غتبقى 180 هنايا يعني 100 200 180 360 حيت المجموع ديال القطع خاصو يكون كيساوي 360 دوغري يعني 360 ديال الدرجات المجموع ديالهم يعني المجموع ديال الفا اي خاصو يكون هو 360 دوغري. كيف ما المجموع ديال لي بورسونتاج خاصو يكون كيساوي 100% داكوغ سي سا. هذا هو الشكل الاول. من بعد كل واحد كتلونو بلون مثلا هذا كلونو بالاحمر هذا بالازرق وهذا مثلا بالاخضر يعني كتلونهم كل واحد كتلونه بلون وكدير ثلاثة القطع هكا. ها اللون الأزرق مثلا هذا اللون الأزرق هذا اللون الأحمر وهذا اللون الأخضر يعني كتلونهم. إذا هذا كنسميه إكس على حسب ليكزارسي. دابا إن شاء الله هادشي كله غنخدموه كلشي كلشي غنخدموه كامل تصوفو ديزيكزارسيس. دابا كنعطيكم غير كوخ يعني تعرفوا غير الشكل كيدير يتصل فقط. الثاني كنسميه إكغيك والثالث كنسميه زد. دونك هذا هو بيرسبتور. هذا اول كور يعني في الكور ولا الدياغرام كيتسمى بيرسبتور سيركولير ولا كامونبير بالنسبه للفاريابل كاليتاتيف ديال نومينال اوردينال. بحال بحال سوا عطيتك نومينال سوا اوردينال بيرسبتور كيتصصم بهذه الطريقه. كاين ثاني دونك هذا الاول جيسبيغ تكونوا فهمتوه. دونك الكور الثاني غنسمي نحيد غير هادو. دونك الكور الثاني شنو غادي نسميه كور او بيا دياغرام انتيو دوغ انتيو دوغ انتيو تيو دوغ انتيو دوغ يعني اش كتعني انتيو دوغ؟ هو التيو كيتيو داير كيتيو يات. دونك كنجي كندير واحد الكور على هذا الشكل. اذا كيكون هنا ديما اكس اي ديما هنا اكس اي وهنا كو بروفو باش كيخدم. كاين اللي كيخدم بالفريكونس اف اي كاين اللي كيخدم بان اي على حسب كل واحد واش كيخدم. دونك نتوما خدمو بهم جوج. كاين اللي كيخدم بالفريكونس كيدير هنا فريكون كاين اللي كيدير هنا ان. دونك بيان سور نتوما ديما بقاو تاخذوا واحد القياس 2 سنتيمتر الى ما حددهاكمش في ليكزامان ديرو 2 سنتيمتر مثلا في المسطره وزنوها مثلا هنايا طراب طراب. دونك هنايا كتكون اكس اي دونك ديجا كيكونوا دي شيفر مثلا دير هنا جوج غتمشي يعني مثلا بجوج اربعة ستة ثمانية عشرة. انا عطيتكم غير مثال. وهنا مثلا اف اي فريكونس ولا ان اي كتكون حاسبو كتشوف لي شيفر تقريبا مثلا غادية بالعشرة بالعشرين مي كتمشي ما بين عشرة وعشرين دو سنتيمتر يعني ديال وحدات القياس. سوا كيحددها في ليكزاما سوا كديرها نتايا على حسب نتا شنو بغيتي ولا 1.5 سنتيمتر اللي بغيتي مثلا تمشي هنا ب 30 وكترسمو اونتيو كيتيو كيتيو صافي دير كي كيكون على هذا الشكل كيكون على هذا الشكل مثلا بحال هكا مثلا هكا هكا يعني بحال هكا تيويات بحال هكا تيو ها هو هذا كيتيو وكتلون كل تيو بلون مثلا هذا بالاحمر هذا بالخضر هذا بالزرق اكسيتيرا. دونك هذا هو الشكل ديال دياغرام اونتيو دوغ بالنسبه للنومينال ولا الاوردينال. دابا انا فقط كنعطيكم اشكال فقط. انا دابا ما كنعطيكمش كاع يعني كدير تهاب يعني تمثل. دابا فقط كنعطيك الاشكال كل واحد كي كيكون الشكل ديالو صافي. حيت الى عرفتوا الاشكال صافي التمثيل كيولي شي حاجه سهله. اصلا التمثيل راكم شفتوه في الباكين ماشي شي حاجه اللي هي جديده. هادشي راه حنا كنا شلنا داكشي في الاحصاء راه حنا كنا شلنا في السانكيام المينوال وكبدا تحسب هاد التمثيل يعني هادشي راه ماشي شي حاجه جديده. دونك من اونتيو دوغ اذا دابا غادي نمشي دونك غادي نحيد هاد اونتيو دوغ. دونك صافي نومينال او الاوردينال فيها غير هاد جوج ديكو.
دابا غادي ندرسو لي فاريابل كونتيتاتيف كونتيتاتيف ديسكريت. عاوتاني لي فاريابل كونتيتاتيف كونتيتاتيف ديسكريت ديسكريت فيها ثلاثه ديال لي كور ولا الدياغرام. فيها الاول كنسميه اون باتون اون باتون ديال كل باتون كل باتون ديال الحوت هكاك. دونك كتجي كدير عاوتاني هنا كنخدم هنا ديما باكس اي وهنا كنخدم بالفريكونس اف اي ولا ان اي. كول بروف واش كيخدم سواء ان اي سواء اف اي. اذا كيكون على شكل باطو بحال هكا. الباطو كيكون على هاد الطريقه بحال هكا دير سي سا كيكون بحال هاد الشكل. دونك هذا هو الشكل ديال يعني اون باطو بحال هكا كيكون سي سا. يعني كتقبط هكا وكتسقط كدير الاسقاط مثلا بين يعني ان اي مثلا اكس اي. هنا مثلا عندك جوج مثلا وهنا عندك 13 باغ اكزومبل. يعني ما بين جوج و 13 عندك واحد النقطه. اذا ها هو يعني الباطو الاول ويا غاده. دونك هادشي دابا نتعلمو نمثلو ان شاء الله في لي زيكزارسيس. دابا كنعطيكم غير اشكال داكور. دونك هذا الشكل الاول نخلي هذا نيت. دونك هذا اون باطو. كاين الشكل الثاني اللي في الكونتيتاتيف ديسكريت فعاوت اون باطو كيتسمى اون اسكالي. اون اسكالي كنجيو نطروج دير كدوج ملي كتبقى طالع في الدوج كتبقى طالع هكا. دونك غنحيد غير هادي. دونك بالنسبه للاون اسكالي ردوا بالكم هنا راه ما كنخدمش بالفريكونس اف اي ولا ان اي. كنخدم بغران اف اي كرواسونت. يعني شنو كتعني غران اف اي كرواسونت؟ كرواسونت يعني كتعني كوميلي. يعني الفريكونس اف اي كبيره مي كوميلي. هادشي دابا تعلموه من ندير لكم طابلو ستاتيستيك وتعرفوا واش كتعني فريكونس كرواسونت ولا كوميلي. ومع لي زيكزارسيس تتوليو كطيرو فيه. دونك غادي توليو يعني شي حاجه ديال ساهله. دابا انا كنعطيكم ديما الاشكال. اذا دابا فريكونس اوكي كيكون على شكل اسكالي اسكالي لي. دونك هادي غا او ار اسكالي. دونك على شكل دوج يعني مثلا بحال هكا. يعني كدير بحال هكا كطلع وكتبقى غادي كي دوج تي. دونك دوج كيبقاو غاديين بحال هاد الطريقه دونك وكتحبس. دونك هذا هو اون اسكالي داكور. دونك هذا اون اسكالي. وكاين اون كوميلاتيف. دونك كاين كوميلاتيف يعني كوف او بيان دياغرام مي كوميلاتيف كيتسمى كوميلاتيف كوميلاتيف. يعني كوميلاتيف جايه من كوميلي كوميلي هي هادي لا ميم. حتى هنا كنخدم اف اي كرواسونت يعني اف اي كوميلي. هذاك علاش كيتسمى كوميلاتيف اللي جاي من كوميلي. حتى هو تقريبا حتى هو كيكون اون اسكالي بحال بحال هذا. مي كديرو بهاد الطريقه يمكن لك تبدل حتى هو كيكون اون اسكالي كيدروج. مي يمكن لك دير هكا مثلا النقطه الاولى درتي الاسقاط ما بين هذه وهذه عطاتك نقطه. دونك الاولى كتكون على هذا الشكل يعني بحال هكا كدير يعني هكا كيكون بهذا الشكل شتي. دونك بحال هكا. دونك ويلا جيتي حتى هنا تشري كيعطيك اون اسكالي. لاحظ يعني هيا طلع هاد النقطة غتبقى غادا طالعة لهاد النقطة طالعة لهاد النقطة طالعة لهاد النقطة. لاحظتي حتى هادي راه جاية اون اسكالي تقريبا. مي هنا ما كنشركوش كنديرو غير هاد الخطوط بحال هكا. يعني ما كنشركوش مثلا كنديرو غير هكا يعني هكا مثلا كنديرو غير هكا شتيها. يعني ما كنشركوش كنديرو لها بحال هاد الطريقة. مي الا جيتي تشرك راه كتلقاها اون اسكالي حتى هي اللي كتخدم اف اي كرواسونت كرون اف اللي هي كتسمى كوميلي. دابا نعرفو كيديرو نحسبوهم. هذا بالنسبه لي فاريابل كونتيتاتيف ديسكريت. دابا نشوفو لي كور اللي كاينين جوج بالنسبه للكونتيتاتيف اللي هي كونتيني. فريمون هادو الا ما عرفتوش الاشكال ديالهم وعرفتو حيت اول حاجه في لي زيكزارسيس في الشابيت واحد غنعرفو كيديرو نرسمو لي كور. حيت هنا ما عرفتوش كيديرو ترسموهم ما غاتعرفوش تخرجو المود ما غاتعرفوش تخرجوا الميديان ما غاتعرفو تخرجوا والو وما غاتعرفوش تمثلوا بطبيعة الحال. دونك فا فريمون هاد البارتي ديال عفوا هاد البارتي ديال الكور هي بارتي تخي امبورطونت مهمة بزاف في ستاتيستيك. مهمة مهمة يعني اصل الاحصاء شنو هو تنتيمي ديالي هذا هو الاحصاء. دونك كيتعطى بزاف لي زيكزام بزاف دي بروف كيعطيو التنتيم في لي زيكزام وكيكون عليه نقطة نقاط مرتفعين حيت فريمون مهم. دونك لي فاريون كونتيتاتيف كونتيني فيها دو كورب فيها كيتسمى الاول ماشي كورب ويا دياغرام كيتسمى هيستوغرام هيستوغرام
كيتسمى إستوغرام. 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 دونك إستوغرام فيه جوج الحالات. سي واحد لامبليتود. يعني كنحسبوا في طابلو ستاتيستيك. دابا نعطيكم كي داري تحسب. هاد لامبليتود أي كيتسمى أي. يعني إلا كان يعني أنا حسبته في طابلو ستاتيستيك ولقيته نيبا ديفيرون. يعني إيتيغال. N'est pas différent, يعني ما مختلفش يعني بحال بحال. N'est pas différent. N'est pas différent. يعني حسب لامبليتود بالنسبة لواحد خمسة الخانات لقيته مثلا كونستانت. N'est pas différent, يعني ما مختلفش يعني متساويين. يعني كونستانت لقيته جوج 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 خمسة الخانات. في الطابلو ستاتيستيك يعني لا كان كونستانت ماشي فاريابل. C'est amplitude AI n'est pas différent. يعني سي امبليتود AI لا كان كونستانت. يعني ثابت ما كيتغيرش كاع كيبقى يعني لا ميم يعني من الخانه الاولى حتى الخانه الاخيره كيبقى لا ميم. اذا في هذه الحاله بطبيعه الحال هنايا كنخدموا بالفريكونس اف اي. بطبيعه الحال كاين لي بروف كيخدموا بالاي اي ولكن هنا كنخدم بالفريكونس اف اي. يعني سواء ان اي سواء اف اي سواء فريكونس اف اي. ردوا بالكم هنا هنا بطبيعه الحال في الكونتيتاتيف كونتيني كيكون يعني ما كنخدمش بالاكس اي كنخدم بكلاس. حيت في الكونتيني كيكون انترفال كيعطيك واحد المجال او واحد الانترفال يعني محصور ما بين او ان او اي موان زا اي او اي او اي موان زا اي او اي لي طوندي اللي كتسمى لي طوندي لي طوندي يعني او اي موان زا او اي. دونك كيكون محصور ما بين واحد الانترفال اللي هو مجال. اذا هنا كنخدم بكلاس صافي دير هذا كلاس يعني واحد المجال واحد الكلاس يعني كيكون محصور ما بين او اي موان زا اي او اي. دونك واحد الانترفال هو مجال. فهنا ما كنخدمش باكس اي كنخدم بالكلاس اللي هو داك الكلاس اللي كيكون معطيني دوني في الكونتيني. داكوغ دونك هنا كنخدم بالكلاس. اذا هنا كي كيكون بطبيعه الحال هذا ليستوغرام يعني الشكل ديالو كيكون على هذا الشكل. بطبيعه الحال كيكون على هذا الشكل. دونك كدير هكا. دونك دابا تعلموا نحسبوه حتى هو تقريبا كيتسيو. ها هو كيتسيو يا تما كيكون مشروك ماشي مفرق. الفرق ما بين اونتيو دور ديال كاليتاتيف نومينال اوردينال والكونتيتاتيف كونتيني هو الاخر كنفرقو هذا كنجمعو لاحظتي كيكون مجموع. وانت هذا كليكت الاولى كيكون مقطع في الوسط هنا 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 وكنشرك يعني كيكون على هذا الشكل بحال هكا. داكوغ دونك هذا هو الشكل ديال ليستوغرام. بالنسبة إلى كان لامبليتود أي ني با ديفيرون يعني كونستانت. دابا إلى كان لامبليتود أي ديفيرون مختلف يعني فاريابل كان كيتغير. إلى كان يعني فاريابل يعني ديفيرون يعني أو ديفيرون يعني مختلف ديفيرون. داكوغ دونك ليستوغرام كيبقى لا ميم بحال هاد الطريقة نفس. ولكن التغيير هو هنا ما كنخدمش فريكونس اف اي. يعني نقدر نخدم بالان اي والا خدمت بالفريكونس ما كنخدمش بالاف اي كنخدم بالاف اي كوريجي يعني اف بريم ديال اي. هذا كيتسمى الفريكونس كوريجي يعني كنديرو تصحيح. علاش؟ حيت لومبليتود ديفيرون. نورمالمون شنو الفريكونس كوريجي كعلاقه؟ فريكونس كوريجي كعلاقه كنقبط الفريكونس اللي هو ني با كوريجي اللي ما درتلوش التصحيح اللي هو الفريكونس العادي اللي حسبته كنقسمو على لومبليتود اي وكنضربو في ار. هاد ار كتسمى ا مينيموم يعني ال ا يعني ملي كنحسب اي في الخانات كتكون عندي اقل امبليتود ما بين هادوك اللي حسبت اللي هي ا مينيموم. هنا في الاول علاش خدمت بالاف اي يعني شنو قلت لكم انا في هاد اي كيكون اصلا يعني كونستانت ثابت. فمثلا فريكونس هنا قبضتو قسمتو على اي اللي كيكون ثابت مثلا كيكون جوج 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 في الخانات كاملين يعني جوج بوان ا مينيموم. اذا شنو هو المينيموم ديال جوج 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 جوج؟ هو جوج. اذا ملي كنقبط الفريكونس ونقسمو على جوج ونضربو في جوج كيولي هو الفريكونس. اذا في هذه الحاله كيكون الفريكونس كوريجي هو الفريكونس اف اي. فهذاك علاش ملي كيكون لومبليتود يعني كونستانت راه الفريكونس اف اي بريم هو الفريكونس اف اي يعني هو الكوريجي. دونك هذاك علاش كنخدم بالاف اي. مي ملي كيكون هذا ديفيرون متى كيكون جوج جوج ثلاثة
اذا شنو المينيموم بين جوج جوج ثلاثه؟ هي جوج. اذا نقبض اي ونقسم تن فريكونس على ثلاثه، يعني واحد نقسمو على جوج، واحد على جوج، وواحد على ثلاثه، ونضرب في المينيموم اللي هو جوج، اذا يعطيني مختلف. اذا الفريكونس كوريجي يعطيني كيخالف الفريكونس اف اي، اذا فهنا اوبليجي خاصني داك الفريكونس يعني نديرو التصحيح، هو انني كنقسمو على لومبليتيد اي ونضربو في المينيموم اللي هو ار. كل واحد واش كيسميه، انا كنعطيكم جميع الاسماء، هو اللي كنخدم هنا. دونك ها علاش، اما الطريقه باش كنمثل راه ما كتبدلش، ولكن اللي كيتبدل هو ان بعض المرات خاصك تخدم الفريكونس اف اي في الحاله ملي كيكون كونستانت، يعني اف اي كتكون هي اف اي بريم، مي ملي كيكون اف اي كيخالف اف اي بريم، علاش؟ تو سامبلومون اي كتكون مختلفه، اذا انت لا فريكونس اف اي بريم غتكون مختلفه على اف اي. وعطيتكم اكزومبل يعني باش تزيدوا تفهموا داكور. وكاين الكورب الاخير اللي كيتسمى كورب ولا دياغرام كوميلاتيف، بيان سور حتى في الكونتيني كاين الكوميلاتيف، ضروري خاصني نخدم بالكوميلي. دونك هادشي الا فهمتوه يعني عرفتوا غير الشكل كي كيدير التصميم كل واحد، انا متاكد بانكم الشيء ما يجيكم ساهل، يعني ما نجي نعطيكم لي اكزرسيس كيديروا تمثلوا يجيكم كلمه. دونك الكونتيتاتيف كونتيني كاين الكورب او بيان دياغرام، دياغرام اللي كيتسمى كيميلاتيف، جاي من كيميلي. اذا انت هو كندير التمثيل على هذا الشكل، اذا التمثيل على هذا الشكل، اذا كندير هنايا كلاس صافي، عندي هنا انترفال في الكونتيني، وهنايا بطبيعه الحال كنخدم يعني بالفريكونس كرواسونت، صافي دير كيميلي، يعني هذا هو اف اي كرواسونت. إذا قلنا فرضا بحال كيبقى طالع، يعني النقطة كتبقى غادية وهي كترتفع، إذا من زيرو كيبقى غادي 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 وكيطلع الفوق، دونك كيكون غادي في تصاعد، داكوغ هكا كيكون، يعني كتلقى الانقطاط وكيبقى طالع يعني حتى التالي. كاين لي بروف اللي كيخدمو في عرض اف اي كخواسون، كاين اللي كيخدم بالديكخواسون، مي الديكخواسون حتى حد ما كيخدم بيها، شكون متفقين؟ هذا غير أنا عطيتها لكم باش تكونوا عارفين كلشي وصافي، أما كنخدمو ديما حنا في الإف إي كخواسون، مي إلا بغيتي تخدم الإف إي اللي هي دي كخواسون اللي هي هابطة، إذا قلنا كيكون، إذا إلا كان هنا كتبدا من زيرو وتبقى طالع، هنا كتبدا من 100 ياك في الفريكونس وكتبقى هابط، يعني كيكون غادي في انخفاض تالي هنا، دونك هذا هو الفرق، يعني سوا كيبقى طالع سوا كيبقى هابط، داكور؟ دونك هادو هما لي كور أو الأشكال ديال لي كور بالنسبة لي فاريابل كاليتاتيف دومينال أوردينال، بالنسبة كونتيتاتيف ديسكريت أو كونتيتاتيف كونتيني. دونك فا جيسبيغ كو تكونو استفدتو من هاد الفيديو، بيان سيغ إلا استفدتو منو ديرو جيم كومونتير بارطاجيو مع صحابكم باش يستافدو، وكنوعدكم بأن الحصة الجاية غادي نحاول نديرلكم الجزء الثاني من الشابيتخ جوج اللي هو طابلو ستاتيستيك، اللي هو اهم بارتي اللي من خلالها غادي نحاول نجاوب على الاسئله اللي كتجي من بعد، حيت غادي ندير لكم الكور هو الاول، من بعد من نسال لكم الكور كامل والاسئله اللي كتعطى في ذاك طابلو ستاتيستيك عاد ندوز لي زيكزارسيس دابليكاسيون ونبدا لكم من كي كدير ترسم لي كور في كل حاله تالتالي باش نساليو شابتر واحد وندوزو لشابتر جوج، حيت الواحد